هلا شباب، صباح الخير، شلونكم؟ عيني شباب عيني، اليوم وصلتنا طيور من السليمانية. تمام، هاي الطيور مال احد الجناية اسمه محمد. هاي الطيور شوفوها، طبعا انا استلمتهن بالستة تقريبا مال اخونا محمد من اهل السليمانية، دازن الخالد قال له تفتحهن من بغداد. فخالد خابرني قال لي امجد خذهن، هم سوي بيهن مقطع للشباب. يعني من بغداد لسليمانية انتو حسبوا بعد ايش قد الطريق. المهم انا استلمت الطيور بالستة، فتحت برج واحدها خليت لها ماي. هاي الطيور زواجل، بين هذا تشيني، بين بخاري واحد، 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. فهسه نفتحهن حتى يتوكلن على الله يرجعن الراعيهن. يقولك الماشي كلها طلعت للماشي. هذا الماشي وين يوصل؟ هاي الطيور شباب، يعني اخونا محمد هاي الطيور، بس الماشي ما طار وياها. لحقن والله شباب، لحقن الماشي، لحقن. هاي شباب الطيور ما فرد جنح، الماشي وراهن الا قلم، وراهن الماشي ما شاء الله. يعني احنا نتمنى من محمد اخونا من توصل للطيور، راح اتواصل ويا خالد اقول له من توصل للطيور خلي يدز لي مقطع فيديو. طبعا شباب عبرا يعني جسر الجادريه وراحن. طبعا انا هسه فتحت، ليش انا كان المفروض افتحن بعد نص ساعه، بس الجو حلو، يعني هاي الشمس طالعه والامور تمام ضوية الدنيا. ها شوفوا شباب، هاي زاجل اجا مالتنا، الآن دازي الزواج التدريب. تمام دازي، ها عجت الزواج هم زين فتحتهن. شوفوا شباب فرق ثانية، فرق دقيقة. هاي طيور نجتي زواج، اليوم احنا دازين تدريب. هاي وصلت الطيور. شفتوا شباب، يعني قلت خلي افتحهن قبل، لان راح يظني اني كل شوي يوصل زواجل، فحتى لا يضارب ويا طيور العالم ففتحت الطيور. هسه احنا بعد ننتظر محمد اخونا من السليمانية. طبعا هو المنطقة قال لي اسمها خالد بين اسلامية واربيل، فمدى اعرف اسمها بالضبط. وبعد يدزلنا مقطع شباب، وانا اخلي لكم اياه على المقطع الجاي. هسه احنا شو نسوي شباب عيني؟ اليوم عندنا شغله نكمل احلال هذا البرج، ولو نشد لنا بعد 20 حله هنا. تمام، وبعد نبدي نفتح الرمانيات، ما عندنا شيء، ونرتب الامور. بس هسه انا اشرحها شويه، بس اصعد كلاس شاي وترتيبات، وابلش بالاحلال. يلا راجع لكم شوية شباب، نصور لكم الدجاجات الجديدة. ذني الثلاثة ما ادري شنو كتبوا لي، انه بولندي مفتل ما ادري شنو، يمكن ذني دجاجتين وديج حسب كلام الولد، بعد ما اعرف. وهذا الديج مالتنا، وهاي الدجاجة ديجية. طبعا هذا زيناه، رتبنا عيونه. هاي احتمال باعناه الولد، الله اعلم، بس احتمال قاطع بيض، يعني احتمال قاطع بيض، لان من يبيع هاي الدجاجه تخبل دعبله. طبعا الولد قالوا هذا نوعيه السلكي وهي كوشن. شباب انا جبتهن ذني هيشي، يعني مو للانتاج وما ادري شنو. هذا خطيه، ظل بدون دجاجه، جبت له دجاجة، يعني لو لاقي له مصلحة هاي البيضة أو الحمرة هم أجيب لي إياه. إيش كان؟ إيش بس شوية وينسى للديش. شوف ذن يمين،
بني شباب اللي يريد ان يبيع لي اياه، خاف احد يريد ان يعني راح ابقي بس هذا صراحه ما شايف هنا ولا نازل يمين، راح ابقي هنا بذن الاثنين لان شويه عندنا زرع وورد حتى لا يخرب لنا. هو كان اكو مشروع يعني نسوي محميه من الطول للطول، يعني احتمال مشروع هذا بيوم من الايام انفذه، يعني اكو هيك فكره ببالي صراحه. يبدي من هذا البرج ارتفاع لهذا الحائط يطلع فد مترتين يعني ويا هاي الساجه شويه يعبر نص المرجوحه وينمد من الطول للطول، يعني اكو هيك يبقى الاشجار كل شيء يبقى بيه بس ينضرب شيء مربعات ناعم، واذا احتاج سقف نسقف ما احتاج يبقى نفس الشيء. يعني اكو هيك فكره شباب يعني ادرسها واذا شفت الوضعيه تسمح والقناه سوت لنا واسع رتب لنا هي شغله. يلا خلينا نصعد هسه نشيك الطيور الفوق. باب عيني خلينا نفتح القرافل شويه تتونس. نفتح التيادي صار كم يوم ما فاتحينهن، وراح اشتغل بالاحلال وبعدين نرجع نفتح البقيه لان صار كم يوم ما فاتحينهن. طبعا احد الاخوه قال يا بذني شويه بيهن صوت رتبهن، هذا بي صوت لان يطخ وذني بيهن صوت لان شوف مشدود السيم نرماده طاقه، فذني رادلن نجيبنا واحد يعني الحين شي يكمل لنا، فان شاء الله باقرب وقت نرتب هاي الامور. هذا الفرخ العلي ولا صار هذني كم يوم ما فاتحين اصلا شباب. شوف هذا الفرخ العلي ولا هذا اللي ضاع وجابوا لنا اياه الولد صاحب الازهر يا تهم طار. هسه انا شباب راح ابلش عشكم تشلب هنا، مو ذني اخر مره شطلتهن شطل قوي شباب حتى نحافظ عليها. هنا ذني بقى ذني ثلاثة، إذا كنا ثلاثة فوق ستة، وهذا السابع إذا ثبت ويا يعني ثبت ما ثبت شو نسوي له بعد؟ خلنا نصعد نفتح الحمص شباب. اليوم سويت لكم المقطع بداية زواجي وراها دجاج وهالأمور. ها شباب صدق اكو عندنا بعد فرخ، عندنا بعد فرخ همين عندنا بعد فرخ، بس هذا كان مريض السود مو صاعد هو واقع فوق هنا أنا. يم برج الحمر لازم يذابي هنا على بالهم غريب. هذا كان منتهي، هذا صعيدي جديد الاحمر صدناه البارحه فحل ما ادري طيره ما اعرف. وهذا الجولدن شباب كل شيء ما بيه تقدر صورة برا ونطلع لكم الجولدن. هذا طار اللي يروح تعال حط سنة الغباء هي هاي. هيا ترجع هذا الجولدن شباب امشي طير يلا طير صح صح. كان فد مرة شغلته تعبانة عيونه مسددة مرمد
كل المواصفات التعبانه بيه. هسه هنا انا ظل كم يوم فوق كل شيء ما بيه هسه كل شيء ما بيه. شوفوا على الجو هنا انا انطيكم حبايه روح عندي هندل هندل صار ليومين ثلاثه هنا انا. ذاك الثاني مالتنا وينه؟ والله ما ادري حار هذا شباب. هذا الثاني مالتنا هياته طبعا شباب. الحمر صاب ابيض ثلاث ارباعها اذا كلها والله موت. عشان هذا ترمو مالتنا هذا ترمو مالتنا شباب. هذا مو طيرنا اخشم فرخ خافون خالد هذا هاي شنو اوف هو يطير يروح له. هذا الفرخ ثبت شباب. الجاي قام يدقدق ويا اخو خلي هسه ننزلن نبي ناكل شويه. بس ها شوف هذا اخو قام يدقدق له ثبته. تعال وين رايح؟ هو انت البارحه جبناك. لا والله شباب صار له 5-6 ايام بس ما فاتح يعني اليوم اول فتحة. يعني هذا مالتنا هذا الاخ بس يحط مرة مرتين بعد ما عليه شيء شباب. هو اصلا اللي يحط قبل الطيور. هذا يلا حط ما حط بس يعني شوف شباب عندي ذكرياتين انا فاهم الدرس. هسه راح ابلش بالحلال اكملها ان شاء الله اليوم. والبارحه الرمانيات من فتحت لكم اياها بالمقطع السابق اللي هو البارحه نزلت لكم اياه. يعني مقطع البارحه كان في الرمانيات ما عشيتن طلعتن على قد العشاء لبرا وطلعت النص عشاء جوا. فهسه الطيور واقعه من الجوع فهسه نقدر نفتحها ونتصرف بيها براحتنا تمام. هسه بس اشد حلال واكمل نقدر نفتح الزبيريات كل شيء نقدر نسوي شباب ومن حقنا. شوف ذاك الغبي شو من روحه شباب شو من روحه يعني صار له ساعة الداير ما حط راح شو من روحه اللي قال اني هم يبسن لبيت الاكل ولا نزلن مع العلم المفروض جوعانات انه. جات هذا جه لكن ثاني مالتنا وين؟ تعال حط حبيبي تعال حط حط على التانك وانزل هم ترهام. طفر هذا العلي ولا هذا اول قمزه له. شوفوا هذا بارد جناح كلش بارد اول قمزه له. نحط على برج الزواج ثلاث لاين فتحناها بس عندنا هاي شويه وجعانه ما ادري ايش بيها ما اعرف. خلي نفر لكم الخانات من رايكم الانتاج. شوفوا شباب اول درس عندنا هنا أنا. شوفوا شباب هاي دائما النتل حتى طارق جاي من النتل هنا أنا يمكن ماكو جوان شيء اذا ما جوان شيء علي ولا كان جوان فرق حولته جوا غير زوج. هنا أنا هذا الفحل الجلد مالتنا جواه فرختين تمام. هسه فرختين هاي هنا أنا ماكو شيء. هنا أنا طبقة جديدة طبقت لكم هاي الطبقة شباب هاي الطبقة العجيبة يسموها فحل. هذا البحمر مالتنا الرامبوري على طير الرمانية قافلة هزازة فحل يعني من جماعة التيدي. هسه هنا أنا عندنا فرختين شباب. هنا أنا عندنا زوج تيادي السخي مباشرات ذني جوان فرختين هاي صار أربع فرخات. هنا أنا عندنا هنا الفحل المقضب وطيرته تيدي سخي وهم جوان فرختين هاي صار ست فرخات. هنا ايش عندنا؟ هنا
الطيرة الجلدة البنتيز على فحل تيدي وجواها فرختين. هاي 8 فرخات. هنا شكو. هاي الجو ما اقدر ادنق هنا. ليش انت تجيب خانات تعليق؟ الجو عشان شيء؟ لا هاي طبقة جديدة. طيرة تيدي على فحل الجلد. يا رب عليك. هنا ايش عندنا؟ هنا الطيارة اللي انهزمت السلارة هي فحلها وجواهن فرختين. يلا. هنا ايش عندنا؟ هنا طبقة علي ولا. هم بيضا حولت بيضا اريد اكثرن علي ولا ارقى طيور. هاي هنا فرختين. وهاي تيادي. تمام؟ هنا الفحل الجلد مالتنا ابو طخه على طيره تيديه وجواهن فرق واحد مو ثاني وين اول جواهن فرق واحد. ها بيضه فزدت شباب بيضه فزدت. هنا عندنا الفحل ال 14 الجلد والنتيه مالتنا وجواهن فرقتين اللي كانن بذاك البرج وحولناهن. هاي هنا شنو هنا هذا زوج هم جواهن هسه سوين فقسات يمكن سوين فقسن. هنا الفحل البانتيز على طيره تيجي سخي وهذا انتاجهن. تمام. واخر خانه العلي ولا بيضات بيضه واحده سي بيضه بيضه الثانيه. هاي تفاصيل الخانات تفاصيل الخانات. هاي طبعا هذا الغبي حطه هنا مالتنا الجلد هذا الفرخ حطه هنا على البيت بصفنا. هيا شوفوا هذا مو مشكلة تعال بس ينزلن ياكلن لو هاي هو ينزل يمهن. هاي شاء الله الشغلة الثانية شباب خاف اني مثلا راح ادق حل الزبيريات بس على غفلة تلقون بايع نصفن مثلا لان هواي شباب ماله بقى 90 زبيري كذب يعني هواي كلش هواي. فاللي يريد مثلا 50 زبيري 40 زبيري منهن ابيع له. احنا نبقي انه على الاتفاق نبقي انه 30 زبيري اقصى حد 30 زبيري كلش كافي شباب. والله البارحه هذا الفحل لقيته بالمطبخ الله شاهد علي جهالي صعدوا علي قالوا لي يابا هذا شنو نازل يمنا هذا والله هو جوا فرق واحد لقيته بالمطبخ الله شاهد عليه. يلا هسه خلينا نطير الزبيري اطلع نطير الجولدن همين. هاي فرصه مال الزبيري طبعا الزبيري والجولدن جواهن فراخ شباب جواهن بيض العفو. هاي طيرت الزبيري طبعا خابرني هسه ولد احد المتابعين من جسر دياله قال يا بنجد عندي رومانيات اريد اطلعها 50 نصها مكعكلات وعلى المطيار وجلده فرخ. قلت له يا بجيبها يلا صور لنا اياها اذا طلعت لبالنا وحلوه نجيبها ونطبقها. هي صارت هي صارت هيك معي شو اسوي نجيبها ونطيرها حتى اذا كل اذا جبت هاي ال 50 يعني استحقت الزبيريات تنقسم بالنص ما ابي احكلها شباب امانة الله يعني. هاي من قامت من بيضات قامت قل مطيارها احنا ما تفيدنا انا ما اسسوا البيض مالتج طيري. فنبيع نص الزبيريات 100% لازم اطلع نص الزبيريات حتى اذا بقى 40 شباب خير من الله ترى خير من الله 40 زبيري وهاي الرمانيات تدرون شنو شباب الرمانيات هن اللي مشهن الموسم الجاي تفهمون الموسم الجاي من او انت تخيل اول فرده للطيور او تخلين على العوده اول شيء لا تحلل للطيور شو تسوي وطيور جديده عندك شو تسوي تقلبها للدنيا ظلها تنهزم وتجي وان شاء الله نحافظ عليها وعدد ثقيل ورايحة جاية شحلاتها شباب. وإذا طلعت هاي طيور صاحبنا مخاليف وخوش طيور هم اجيبها والله.
اجيبها ندق لها حل هنا انا وياهن ونكمل ذيش الحلتين حتى نزقها زقة واحدة، نعبر الزبيريات هنا وهنا ونشيل التيادي بعد، او خلي التيادي ويا الزبيريات شنو المشكلة، خلي التيادي ويا الزبيريات بس تكون اذا طلعت طيور حلوة ودرجة اولى ولبالي اخذها. امشي شباب انا مني واحد يقول لي عندي طيور على المطيار جلدة فرغ يقنعني قبر جلدة فرغ تمام ما طول يعني اذا يعني طبعا انا هم اروح اطيرها اشوف وضعيتها ومبين شباب الطير المدحس مبين طير الجلد فرخ مبين تلقى صفت جنحة واحدة وجوهها نفس الوجوه الريش نفس الريش الوزن نفس الوزن ما تلقى واحد سمين واحد ضعيف هاي كلها شغلات شباب يعني تميز لك السطع عن اللملوم اذا صعدت الطيور مثلا الرمانيات كلها وشفت واحد كبير واحد صغير واحد سمين هاي طيور لملوم او مثلا صايد ومدحس بيها اذا شفت لا ولا الطيور نفس القطع او قطعين هسه هاي طيور جبناها قطعين الولد قال امهات وبنات واحتمال بيهن اصغر بعد يعني امهات وبنات وبنات البنات لان بيهن كم فحل حايل بس من يعني البارحه من اشكل بيهن من افتح المشكول وهده يضرب بالسقف اذا شنو طيور كلها خفيفه طيور كلها جنح واحد ما يعني بعيدا عن الحلقات والامور هاي طيور صحيحه فاذا طيور صاحبنا اللي خابرنا هم طيور صحيحه هم اجيبها حتى الموسم الجاي ان شاء الله سيطر المنصور وانت بالنسبه شباب بالنسبه للقرافل هم طلع اللي يريد منها والله كلها خط اول ومو مثل ذني باللي سواقه شباب انا ما اجيب طير مهتلف يعني ذني بس بيهن طيره واحده نص استاو زوج مكعكلات طيره طيرتين ثلاث طواير اربع طواير خمسه ست طواير 13 هن ست طواير وسبعه في حله يمكن تمام بين بس هاي الطيره شويه ماذا تصحى ما اعرف ليش بس طيور تراشي ونظاف وبلابل والله بلابل فاللي يريد نبيع له اياه خزوز زوج زوج بمئة الف اللي ياخذن كلهن نحسب لها بخمسة وسبعين الف ياخذن كلهن شوفوا شباب هذا فحل شوفوا الجمال هاي طيره هذا فحل شوفوا شباب شوفوا هذا فحل هاي طيرة شوفوا ذني ما شاء الله شوفوا التراشي شوفوا الترتيبات هاي طيرة عراقية مكعكل هذا الفحل عراقي مكعكل شوفوا يونسن ما شاء الله صدق بلابل واكو بالسوق قرافل الالاج بس الوان انطوخ تلعب النفس ذني لا ذني الفاتحات سمائياتي خبلة هاي الجولدن شوية ما لها خلق الطير لان تعرفون بيضة جديدة فنعوفها ما لنا علاقة بيها شباب عيني وصلنا لنهاية المقطع المقطع الجاي اسوي لكم بيه الاحلال مال الزبيريات لان بعد عبر المقطع عبر العشرين دقيقة اذا تشوف مطالباته هواية نطول المقطع على الامور بس شباب ما باليد حيلة النت بالعراق تعبان فعلى هالوضعية كلش الامور طيبة وإن شاء الله نلتقي بمقطع جديد تحياتي لكم جميعاً.